20 تشيع الى جهاز الانطلاق اول المنطلقين علي الدين ابن علي زاكر والام بشاير. خليني ظبط الخط. وين زمنور؟ اما ثاني المنطلقين مكناص الجليل ابن كسك رشيد والام ميخائيلا، المالك بلال ابو قطفان، المدرب والخيال حمزه شعبان. اذا خيول الشوط ال 21 تاخذ موقعها النهائي داخل جهاز الانطلاق. بطولة الفئة الثانية على ميدان الاحلام، علي الدين مكناص الجليل، جلمود المبين، مهيب طير الليل، صقر الليل واجويرو. بالفعل انطلقت خيول الشوط ال 21 على بركة الله تعالى بانطلاقة موفقة لجلمود المبين برفقة الفارس عبد العصيبي. علي الدين مع زنور غدير بالمرتبة الثانية بالمراحل الأولى من هذا السباق، مهيب يتقدم نحو المرتبة الثالثة، قرابة المنعطف الأول، جلمود المبين وعلي الدين بدخول ثنائي وبصراع ثنائي على صدارة الشوط ما بين المنعطفين عبد العصيبي وزنور غدير، حمد غدير على صهوة طير الليل يتقدم نحو المرتبة الثالثة، قرابة المنعطف الثاني والأخير، حمزة شعبان على صهوة مقناص الجليل هو الآخر بدخول خيول الشوط الواحد وعشرين كومة واحدة بصراع خماسي ما بعد المنعطف الثاني والأخير بنزاع خماسي على صدارة الشوط. علي الدين وجلمود المبين من البداية، طير الليل يندفع من الخلف، مقناص يندفع من الخلف، صقر الدسبرادو يندفع من الداخل، صقر الدسبرادو وجلمود المبين وعلي الدين، صقر الدسبرادو جلمود المبين علي الدين طير الليل ومقناص الجليل بصراع خماسي بنزاع خماسي على صدارة الشوط. طير الليل يحلق بصدارة الشوط برفقة طبعا الأولى من نصيب طير الليل برفقة الفارس محمد غدير وجلمود المبين حلة ثانيا ومقناص الجليل حلة ثالثا. نعم ثالث طيب الكاميرا يا مبين والأم صبرة المالك مسكر وحصان سامر نخلص بلال ابو قطفان المدرب والخيال حمزه شعبان. مبروك حبايبنا من اللد، مبروك لبلال ابو قطفان، مبروك الف الف مبروك. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام.